خليني استوضح كيفيه استفاده اصحاب المعاشات من هذه القرارات الرئاسيه من سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. سياده اللواء مساء الخير. مساء الخير استاذ نشأت. كل سنه وحضرتك طيب يا جمال بيه. حضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. يعني تعليق حضرتك والهيئه على قرار السيد الرئيس وكيف يتم تطبيقه والاستعداد لتطبيق بشكل دقيق كما تعودنا من هيئة التأمين والمعاشات. طبعا يعني فخامة الرئيس أعلن يوم الخميس الإجراءات المتكاملة الحقيقة اللي تضم فئات كتير من المجتمع ومن ضمنها فئة أصحاب المعاشات والمستحقين عنه. يعني احنا متعودين دايما ان الزيادة بتيجي في شهر 7 من كل سنة، والقانون بتاع المعاشات قايل ان تزاد المعاشات في شهر يوليو من كل عام، لكن طبعا نتيجة الظروف والأزمة الاقتصادية العالمية والظروف اللي بتمر بها دول العالم كلها بما فيها مصر، فقرر سيادته انه يعمل تبكير لعملية صرف الزيادة. بدل ما نصرف الزيادة بتاعتنا في شهر 7 هنصرفها من شهر 4، مع تحديد نسبة الزيادة بنسبة 15%، ودي أعلى نسبة يسمح بها قانون المعاشات. يعني في قانون بيحكم نسبة الزيادة. أيوة فندم، القانون بيقول إن نسبة الزيادة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%. الإجراء ده عمل يعني برضو إن شاء الله إحنا بنعكف على تنفيذه. دولة رئيس الوزراء كلف شوفوا إيه الإجراءات القانونية والتنفيذية لهذا التكليف الرئاسي، وطبعا ده هيستتبعه دور تشريع من مجلس النواب لإقرار الأزمة كاملة، ويعني إحنا في طريقنا للانتهاء منها، لكن إن شاء الله بنطمن أهالينا أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم إن إحنا إن شاء الله يوم 1/4 كل مواطن هيحط الكارت بتاعه في ماكينة الصراف الآلي هيلاقي المعاش بتاعه مضاف ليه الزيادة 15%. كم واحد مستفيد يا جمال بيه من هذا القرار؟ 11 مليون مواطن. 11 مليون مواطن، يعني 11 مليون أسرة. نقدر نقول كده. طبعا احنا عندنا الزيادة ليها حد ادنى 170 جنيه وحدها الاقصى 1635 جنيه. كنا قلنا في البيان اللي طلع عن الهيئة ان التكلفة الاجمالية للزيادة بحدود 55 مليار جنيه في السنة، وعشان عملية التبكير دي تبكير صرف الزيادة من شهر 7 ان احنا نصرفها بدري 4 لا تضر بأي مواطن. هتقول لي ازاي اذا انت بتصرف الزيادة بدري مين ينضر من قرار زي كده؟ هقول لحضرتك اللي ممكن ينضر من قرار زي كده الراجل اللي هيطلع معاش في شهر 4 وفي شهر 5 وفي شهر 6. الناس تطلع معاشات في الثلاث شهور دول، لو كانت الزيادة فضلت في ميعادها في شهر 7 كان هياخد الزيادة ولا ما كانش هياخدها؟ كان هياخدها طبعا، هياخد الزيادة. احنا النهاردة بكرنا صرف الزيادة خليناها في 4 وهو لسه ما طلعش معاش. هو لسه ما طلعش معاش. ايوه مفهوم. علشان دول ما يسقطوش مننا قلنا في اخر فقرة في البيان اللي حضرتك تفضلت مشكورا وقريته، اللي هيطلع معاش خلال الفترة من 1/4 ل 30/6 هياخد الزيادة يوم ما يستحق المعاش، هياخد المعاش ونازل عليه الزيادة كمان. يعني اللي هيطلع بعد في خلال ثلاث شهور هيتم التعامل معه بلا ضرر ولا ضرار، لكن بالضبط. هيستفيد. بالضبط كده. على فكرة كويس، الثغرة دي كانت ممكن تحدث وتحدث مشاكل كثيرة والناس تخش في قضايا ويروح يرفع قضية، لكن كويس جدا بالضبط. انتباه الهيئة لهذه التفاصيل، وده اعتقد فيه مرونه في فهم الفكره الاساسيه. الحمد لله، الحمد لله احنا متنبهين لده وتداركناه من السنه اللي فاتت، برضو كان حصل التبكير وقلنا لا، لان كان دايما المجموعه دي لما يحصل تبكير
في صرف زياده، وده حصل مره قبل كده زمان يعني. كانت الناس قاعده تشتكي ويقول لا، وبعدين هم يعني في سند في القانون بيقول ان الزياده في شهر 7 من كل سنة. فانا ذنبي ايه انك انت قدمت الزياده؟ انت حرمتني منها. وكنا نخش في قضايا وحاجات زي كده. فاحنا الحمد لله متنبهين لده، وقلنا هذه الفئه او المجموعه اللي منتظر تطلع معاشات خلال الفتره دي من 1/4 ل 30/6 هنديها الزياده بمجرد خروجها للمعاش. معلش جمال بيه، يعني سؤال ربما يكون خارج اطار الموضوع، لكن هل فعلا دلوقتي كل اصحاب المعاشات معاهم الكارت الذكي اللي بيروح يسحب منه من اي مكان المرتب المعاش بتاعه، ولا لسه في طوابير وفي اجراءات وفي حاجات؟ لا، احنا الحمد لله يعني خلال السنتين اللي فاتوا كان عندنا 6.5 مليون مواطن بيصرفوا معاشاتهم بالطاقات كده خاصه بالهيئه، فكان يضطر يقف في طوابير ومنافس صرف وكلام زي كده. احنا الحمد لله غيرنا 6.5 مليون بطاقة بلاستيكية إلى كروت ذكية زي كارت ميزة، ويقدر يسحب منه من أي مكان. وكل الإتاحات التكنولوجية الحديثة اللي تسهل على المواطن أن يكون معاشه، بما فيها المحافظ الإلكترونية كمان. ممتاز. يعني وأنا بستغل الفرصة وبشكر حضرتك على السؤال ده، يعني يمكن ينبه برضو أهالينا من أصحاب المعاشات على فكرة المحفظة الإلكترونية دي. لو أنا معايا تليفون محمول ذكي وعملت محفظة إلكترونية مع شركة الاتصالات اللي أنا الخط المحمول بتاعي من عليها، مجرد ما بيجيب لي جواب من الشركة أنا بحول المعاش بتاعه على المحفظة الإلكترونية، وتبقى الفلوس موجودة معاه على الموبايل. هياخد الفلوس دي إزاي؟ يقدر يسحبها من أي سوبر ماركت عليه علامة من علامات الشركات التحصيل والدفع الإلكترونية زي فوري ووقتي وغيرها كتير، فيقدر ياخد معاشه بطريقة في منتهى البساطة. ده متاح لأهلينا من أصحاب المعاش. ممتاز. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متحدثا عن استعدادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص زيادة أصحاب المعاشات لرواتبهم أو لمعاشاتهم بواقع 15%، مع شرح آلية التطبيق، وأيضا استعداد الهيئة لهؤلاء الذين سيخرجون على المعاش خلال الأشهر الثلاثة التالية، وأيضا عدم الإضرار بأي مواطن هيطلع معاش خلال شهر 4 و5 و6، لأنه هيتم التبكير في صرف الزيادات حتى لا يضار أحد من أصحاب المعاشات زي ما شرح سيادة اللواء جمال. وأيضا بيشرح أنه الهيئة توسعت تماما وغطت تماما كل الأماكن على مستوى الجمهورية ببطاقات مميكنة لأي حد من أصحاب المعاشات هيروح يسحب المعاش بتاعه من خلال الفيزا بتاعته. وأيضا هناك إمكانية لنقل أو تحويل مبلغ التأمين والمعاش على المحفظة الإلكترونية للناس اللي عندها على التليفون من خلال الاتفاق مع الشبكة. يعني أعتقد في بعض الأمور خلينا نبقى نشوف تسهيلات وشرح إزاي يتم، لأنه ده هيفرق كتير جدا إن واحد من أهالينا فوق في سن المعاش يطلع يقف في طابور، ولا حد يزقه، ولا حد يقول له استنى، ولا حد يعمل. اعتقد ان احنا طالما في ايدينا ان احنا نريح الناس نريحهم، يعني مفيش حد هيستفيد انه حد من اهالينا وابائنا وامهاتنا يحصل له عملية يعني ايه ازدحام او ضيق في هذا